هنا هاخدك وهنطلع على الكتيبة 101. ما بين مسلسل بيقدم ملحمة بطولية هي ما بين قوسين برضو تاريخ وإن كان قريب، وعندي رسالة الإمام هو في النهاية برضو تاريخ وشخصيات حقيقية. أيهم الأصعب؟ التاريخ القريب والمتعلق بملاحم وبطولات وأشياء من النوع ده، ولا التاريخ القديم؟ يعني وانت بتجسد الشخصيات مين اللي بيبقى أصعب عليك؟ والله الاتنين صعبين جدا، بس أنا عشان في الكتيبة يعني اتشرفت اني اشتغلت فيه، هو كان مشهد واحد خد مني هو نص يوم. كنت بعمل شخصية الرائد البطل كريم بدر، له كل الاحترام والتقدير، هذا البطل اللي شاف لحظات صعبة جدا، وطبعا كلهم والملازم أدم الشباشي ورشيد محمد عبده، وعرفت لما رحت اشتغلت قد ايه الناس دي بتواجه صعوبة. ده بيبقى نازل شايل روحه على كفه، وفكرة التعامل جوه الدبابة، التعامل مع العدو ايا كان، موضوع صعب جدا. اصل الشخصيات البطولية الملحمية اللي في تاريخ شديد القرب زي دي، انا بعتقد انه بيبقى عندك مسؤولية، عندك حمل، انت بتقوم بدور راجل بطل في تاريخ شديد القرب. صحيح. ساهم في انقاذ البلد دي، فبيبقى حمل. مظبوط. وأمانة ومسؤولية كبيرة جدا بتبقى، يعني أنا برضو ده حصل بشكل فجائي، يعني فجأة طلبوني برضو في وسط الهلمة اللي أنا فيها دي، بس قلت لهم يشرفني ورحت فورا عملت ده، وقعدت أتفرج على الفيديو بتاعه. ده راجل شاف لحظات صعبة واتضرب بدانه وفقد ذراعه وقام وكمل لآخر لحظة لحد ما جاله الدعم الثالث، لأنه كان رايح أصلا دعم. فاللحظات دي، اللحظات اللي حصلت دي عاملة إزاي؟ حسيت إحساس رهيب. فاتشرفت جدا والله وبشكر المخرج محمد سلامة وكل الأسرة بتاعة الكتيبة 101. ظروف التصوير صعبة جدا يا أستاذ يوسف، جدا، إن هما بيصوروا في صحراء وفي ضرب وفي حاجات ذخيرة، وفي يعني موضوع حقيقي صعب جدا. ربنا يكون في عونهم، وعملوا عمل مشرف ورائع، وكل سنة بيعملوا أعمال مشرفة، وبنتمنى نشوف كمان حاجات واسعة المدى في الموضوع ده، وحاجات قديمة في برضو، يعني ما شاء الله، يعني الجيش المصري طول الوقت بيثبت قوته وقد ايه هم دخلوا في مواقع ومعارك وحاجات كتير وانتصروا، ويعني ربنا يرحم كل الشهداء جميعا يا رب، ابطال والله. فكان حاجه مشرفه جدا ان اكون في الكتيبه 101 بمشهد. تعال نشوف الحته دي الاول ونرجع لوين. اللي تحب الافلام بتاعه الحروب دي، وبعدين انا اصلا عندي وجهه نظر كده في الافلام بتاعه الحرب العالميه الثانيه وبتاع، هي نصها على راي عمرو اديب هنتريش، لا كمان في هنتريش، احنا عندنا بطولات بجد، فبحب قوي ان احنا نكتر من ده.